لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويا أيها الإخوة الإسلام أزني الله وإياكم فإن كثيرا ما يقال أنك مستقبل الأمة أصحي هذا؟ تقول إني لا أستحق فعلت كذا وكذا ولم أفعل كذا وكذا يا أخي إن الجوهر قد لا يعرف أنه من الجواهر فأنت هنا بحفظ القرآن وتدرس الشريعة وعلم العلوم فأنت أحق بهذه الأمة الإسلامية منهم الذين كفروا وفسقوا والذين هم يميلون هذه الأمة إلى الإبطال دون أن يفسقوا ويريدون تدمير هذا الدين تدميره ويخرجون أهلهم من تحلي بثياب هذا الدين فأنت الجوهر أيها الأخ الذي يأتس ضوء الشمس إلى ما حدثت فإذا شئت تتفرس في هذا المعهد مهندسا أو طبيبا أو مدرسا أو مديرا أو محافظا أو رئيس الجمهورية فأنت لا تعرف ما الذي قدر الله لك فإن الأمة تحتاج إلى رجال مسلمين في كل جوانب فلعلك تنظر إلى حالة الأمة المنفنة والمؤسفة أقول لا تتشاءم أيها الأخ فماذا قال موسى لقومه حين يضيقهم فرعون استعينوا بالله واصبروا فالأمة سترجع إلى رفعتها وسمومها وعزتها كما كان في قرون الذهبية فساعدها في الرجوع بكل ما استطعتم من قوة قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فنسأل الله أن يجعلنا من أجيال هذه الأمة الذين يريدون